المقال يحمل عنوان الكيان يتحمل المسؤولية على جميع الأحوال للكاتب والمحلل السياسي الأردني عبد الله المجالي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله تسمعني؟ نعم أسمعه جيدا. حياك الله، أهلا بك معنا. بدأت المقال أو أبدأ معك بسؤال عنوان المقال، أشرت فيه إلى تحمل الاحتلال المسؤولية فيما جرى في مجدل شمس في جميع الأحوال. ما الذي أردت إيصاله من خلال هذه الخلاصة ربما التي وضعتها في العنوان؟ أولا حياكم الله، وسعيد أن أكون معكم في شاشة الحوار. حياك. الحقيقة أن الكيان يتحمل المسؤولية عن جميع ما حصل في هذه المنطقة منذ إنشائه عام 1948. يجب أن لا ننسى أن هذا الكيان هو كيان غريب محتل، وهذه الحقيقة يجب أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا عند أي تحليل وعند اتخاذ أي موقف. هذا المحتل هو كيان محتل، وأكدت أخيرا أو مؤخرا رأي محكمة العدل الدولية على هذا الأمر. وهذا المحتل يجب أن يقاوم، والمقاومة ضده هي مشروعة بكل الشرائع السماوية وشرعة القانون الدولي. الأمر الآخر أن هذا الاحتلال لا زال يصر على استمرار الحرب المجنونة في غزة، رغم أن المجتمع الدولي كله يعني يدعو إلى وقف هذه الحرب، إلا أنه يصر على استمرارها. نعم. وكما علمنا وما نعلم أن المقاومة أصلا وافقت حتى على مقترح بايدن لإيقاف إطلاق النار، ولذلك هو الوحيد المسؤول عن استمرار هذه الحرب المجنونة. أضف إلى ذلك الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان في قطاع غزة التي يندى لها جبين الإنسانية جميعا، ويتحرك لها الحجر قبل الإنسان، فكيف للشقيق ألا يتحرك؟ نعم. لو ذهبنا إلى بالعودة مرة أخرى إلى مجدل الشمس، هل تعتقد برأيك نجح الاحتلال في إبعاد الشبهة أن يكون هو الفاعل، باعتبار أن المسألة باتت أقرب للجدلية أو هكذا قدمها بأنها جدلية وحمل حزب الله المسؤولية، هل نجح في إبعاد التهمة عنه؟ لا، قبل ذلك من غير المعقول أن يكون حزب الله هو الذي تسبب بهذه الحادثة في مجدل شمس لاعتبارات عدة. الاعتبار الأول أن هذه البلدة بلدة سورية محتلة، يقطنها دروز سوريون يعرفون أنفسهم على أنهم مواطنين سوريين ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ليس هناك يعني أي داعي لاستهداف بلدة كهذه. الأمر الآخر هو الهدف. الهدف هو هدف مدني بامتياز، ملعب كرة قدم، يعني لا يوجد فيه أي شيء من الميزات العسكرية. ثم بحسب علمنا فمجدل شمس لا يوجد بها أي هدف عسكري، وبالتالي لا يوجد منطق لاستهداف حزب الله لهذا الهدف. أضف إلى ذلك، إذا افترضنا أن فعلا الصاروخ كان من موجها من حزب الله باتجاه هذه البلدة، فأين كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية؟ أين كانت القبة الحديدية؟ لماذا لم تصدر أي إنذارات أو أي تطلق أي صافرات إنذار تحذر المواطنين أو تحذر السكان في تلك البلدة من هجوم، كما يحصل في كل مستوطنات الشمال أو كما يحصل في البلدات المحتلة داخل أراضينا المحتلة عام 1948؟ وهنا تبرز حقيقة العنصرية الإسرائيلية، ويبدو أن هذه البلدة ليست في وارد أو في وارد الدفاع عنها، وليست في وارد خطة القبة الحديدية أصلا، لأن القبة الحديدية وكما تعلمون مكلفة، ويبدو أن يعني الكيان لا يريد أن يتكلف شيء في هذا الأمر. هذا يدفع أن تكون بلدة درزية في الجولان المحتل وغير إسرائيليين. برأيك إلى أي مدى يمكن لكون هذه المكونات وهذه العناصر توفرت يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي في جنوب لبنان أقل من المتوقع فيما لو كانوا إسرائيليين؟
دعنا نقول أولا أن الرد الإسرائيلي في لبنان له اعتبارات سياسية وأمنية أكثر من أي اعتبار آخر باعتبار طبيعة الهدف. فإذا كان هناك رد فسيكون رد لأسباب تخص الحكومة الصهيونية ولا تخص الضحايا الذين سقطوا في جانب الدروز. الأمر الآخر لا شك أنه أيضا طبيعة الضحايا قد فعلا تؤدي إلى يعني تعامل آخر من الكيان الصهيوني، كما شاهدنا عندما ضربت المسيرة اليمنية تل أبيب وسقط قتل يهودي واحد. يعني كان هناك رد، ورد سريع ورد واضح ورد معلن من جانب الكيان. حتى هذه اللحظة مر يعني أكثر من أعتقد 72 ساعة على هذا الحدث، ولم يحصل أو يعني لم نرى هذا الرد الذي يعني نعم، تحدثت به الحكومة الإسرائيلية. برأيك أستاذ عبد الله، العالم انبرى للتهدئة وهناك تدخلات إقليمية ودولية للطرفين وعلى الطرفين لمنع تدحرج الأمور باتجاه حرب مفتوحة، يعني أين هؤلاء المتدخلون على الخط الساخن مما يجري من يعني 9 أشهر في قطاع غزة، وهم يعلمون أن ما يجري في لبنان هو مجرد تداعيات لما يجري في غزة، ألا يقرؤون السياسة أم أنك تقرأ شيئا آخر برأيك؟ هذه هي المفارقة الواضحة التي لا يريد أحد أن يعترف بها. الهدوء في المنطقة، الهدوء يعني الذي يراد له، هو له كلمة ومفتاح واحد وهو الهدوء في غزة. وحزب الله من جهته، الأنصار الله من جهتها، المقاومة العراقية من جهتها أكدت بما لا يدع مجال للشك أن تحركاتها واشتباكاتها مع الكيان هي تضامنا مع غزة، وإذا ما توقف إطلاق النار في غزة فستتوقف. لكن هناك من لا يريد أن يفهم هذه المعادلة، بل هناك من يريد أن يتجاهل هذه المعادلة وأن يجعل الحرب، أو يعني أن يعطي الكيان الحق في استهداف غزة دون أن يتدخل أحد. يعني لا يريدون لأحد أن يتدخل في هذه الحرب المجنونة التي يخوضها الكيان ضد غزة. وإلا يعني واضح المسألة أنها يمكن أن تقف بسهولة، سواء في غزة أو عفوا سواء في لبنان أو سواء في اليمن أو سواء في العراق. نعم، أخيرا برأيك هل يمكن لهذا الحادث أن يعجل من الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، أم على العكس تماما قد يدفع العالم باتجاه الضغط أكثر لأن التداعيات باتت قاب قوسين أو أدنى من نقل المنطقة برمتها إلى ما يتحدث عنه البعض من حرب إقليمية؟ نتمنى أن يستوعب المجتمع الدولي وعلى الأخص الولايات المتحدة وعلى الأخص حلفاء الكيان، نتمنى أن يستوعبوا المعادلة وأن إيقاف إطلاق النار في غزة هو الذي سيؤدي إلى الهدوء في المنطقة. نتمنى ذلك، لكن ما دام أن هناك حسابات إسرائيلية، ما دام أن هناك حسابات سياسية مصلحية لدى نتنياهو، فأعتقد أن يعني لا أرجح أن تسير الأمور باتجاه التهدئة، قد تسير باتجاه التصعيد لا سمح الله. نعم، كل الشكر لوجودك معنا أستاذ عبد الله المجالي، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، ضمن نقاش مقالك الكيان يتحمل المسؤولية على جميع الأحوال، والحديث كان حول ما جرى في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.